ينضم إلينا مراسلنا محمد أبو ناموس من غزة. محمد، حدثنا بأكثر تفاصيل حول هذا الخبر. نعم، يعني بداية ونبدأ كما أعلنت وزارة الصحة باستشهاد شهيدان، وهما الشهيد حسين العمور الذي يبلغ من العمر 25 عام، والشهيد عبد الحليم الناقة والذي يبلغ من العمر 28 عام. أهداف الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة من دبابة إسرائيلية لنقطة تابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بالتحديد جنوب قطاع غزة، شرق رفح بالتحديد. الاحتلال الإسرائيلي قال بأن هذا الاستهداف هو يأتي بناء على رد أو قيام هؤلاء الشباب بوضع عبوة ناسفة بالقرب من السياج الفاصل. ولكن لو تحدثنا عن ردود الأفعال الفلسطينية إذا هذا الاستهداف، السيد داود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي تحدث وقال بأن هذا الاستهداف لن يذهب هدرا وسيتم الرد في الوقت المناسب على هذه الجريمة كما وصفها. وأيضا السيد طلال أبو ظريف القيادي في الجبهة الديمقراطية قال بأن كل هذه الاستهدافات الإسرائيلية تأتي في إطار حرف البوصلة عن مسيرات العودة والثمار التي قطفتها مسيرات العودة منذ بدئها حتى هذه اللحظة. ولكن الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع حرف هذه البوصلة كما تحدث السيد طلال أبو الظريفة. أما عن ما حدث بالليلة الماضية وفي الساعات المتأخرة، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف موقعي لكتائب القسام أيضا في جنوب القطاع. جزيل الشكر لك محمد على كل هذه التفاصيل. محمد أبو ناموس مراسل الغد كنت معنا مباشرة من غزة.